حلقة جديدة من رؤيا يوحنا اللاهوتي منطل عليكم فيها مشاهدينا لتفسير الإصحاح العاشر منا. من بعد البوقين الخامس والسادس، ليش ما عرفنا شيء عن البوق السابع وشو بخبي هالإصحاح وشو رح يشهد يوحنا اليوم من إعلانات ورموز؟ أسئلة عديدة رح نتداولها مع قدس الأب إبراهيم سعد كاهن أبرشية صيدا وصور للروم الأرثوذكس بأبرشية صيدا وصور. أهلا وسهلا فيك أبونا، اشتقنا لك بعد غياب هيك أسبوعين. ولكن نحن بنعرف أبونا الكاهن هو جندي، بس يكون عندك أمور رعوية أو حتى يعني في موانع اليوم، طرقات وموانع صحية، شيء متعب كتير لو صدت. إيه تمام أبونا، نحن اليوم بالحلقة العاشرة بدنا نحكي عن هيك الإصحاح العاشر. صحيح، الإصحاح العاشر عن ملاك، رح نشوف مين هو ورح يكون في يعني رموز عديدة، مع أنه الإصحاح سهل أكيد بنتعرف عليهم معك، ولكن مثل العادة مشاهدينا بدنا نروح نقرأ الإصحاح سوا. وبرجع بذكر أنه أسئلتكم ومداخلاتكم بنتلقاها عند الساعة 9:30 على رقم 81-123-857. إذن منروح على قراءة الإصحاح. الإصحاح العاشر، الملاك والسفر الصغير. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح. فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعد ما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، وبعد ما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، ألا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: ذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين.
العودة لكم مشاهدينا وللانطلاق بالحلقة بالإصحاح العاشر، ولكن أيضا بحب هيك بعد غياب وجه تحية للشاعر زياد عقيقي على القراءة الجميلة تبعولته. أبونا، قبل ما نبلش نحكي بتفاصيل الإصحاح العاشر، نحن وصلنا عند البوق السادس وتوقفنا، ما عرفنا شيء عن البوق السابع، ليش؟ البوق السابع بالآية 7 بيحكي عنه، وقتها بيقول أيام صوت الملاك السابع متى أزبع ليبوق، يعني يبوق السابع يعني البوق السابع. يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء، إذا عم بيحضرنا للبوق السابع. كل شيء سبعة بده يفتح هو يعني بده تبين آخر مشهد، يكشف سر الله، آخر مشهد من المشاهد تبع سفر الرؤيا. تمام، خلينا نبلش بأولى الآيات. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها. أولا أبونا، في أوصاف كتير عم نشوفها هون تشبه أوصاف المسيح. صحيح. هل الملاك النازل القوي من السماء الذي يزمجر كالأسد متسربل بسحابة، حكينا عن قوس قزح وجهه كالشمس، هيدي الأوصاف كلها شفناها بالإصحاحات الأولى. تمام. هل نتكلم عن المسيح؟ نعم، كل المفسرين ميالين أنه يكون هيدا المقصود فيه عن المسيح، خصوصا نعم. إنه بإنجيل يوحنا الرسول هو يسوع المسيح، والرسل 12 وتلاميذه، يعني الرسول الأول هو يسوع. وبيقول أنه الله أرسلني، الآب أرسلني، وكلمة رسول بالعبري هو ملاك المرسل، فهو المرسل. حط فكرة الملاك ليأكد على الإرسالية تبع الابن، وحط الصفات يلي أعطيت للرب ببداية سفر الرؤيا، وأيضا ببعض العبارات الموجودة بالأناجيل عن الرب يسوع. وفي العهد القديم طبعا السحابة دائما يعني في حضور الله كان يجي، نعم، عمود سحابة. وهون عم بيحكي متسربلا بسحابة، الرب يسوع وقت طلع طلع بسحابة، وسيأتي سيأتي بسحابة. إذا كل الدلائل بس هون متسربل مش معناتها لابس، يعني بمعنى ايه اللابس، ايه المتسربل بسحابة يعني لابس سحابي، نعم، يعني نعم، بقلب السحابي، نعم. فبالتالي كل الوصف هون ميل كبير عند معظم المفسرين انه مقصود فيه عن الرب يسوع. نعم، يسوع المسيح. ابونا ايضا بتلاقي انه هيدي الاوصاف هي سبعة. تمام، يعني حتى الاوصاف تشير الى الكمال. صح صح. نعم. هذا بأكد انه هالملاك مختلف عن الملائكة اللي حكي عنه. نعم، ولا ملاك عطى اوصاف. صحيح. إلا هيدا الملاك. صحيح. والأوصاف هي اللي أخذ يسوع سفر الرؤيا. نعم. هلأ السفر اللي بإيده، هل هو السفر السابع الذي لم يفتح بعد؟ وليش حدد أنه صغير؟ سفر صغير، يعني لماذا التحديد على صغر هذا السفر؟ سفر صغير يعني كأنه الفحوى تبعه ما كتير يعني محدد معروف. نعم. يلي هو إعلان السر. كشف كل شيء نحن منتظرينه. يعني هل هو السفر السابع اللي بإيده؟ هذا لما عم يفتحه هلا رح نشوف. بس هو مفتوح. لا قصدي لما ماسكه هو هذا السفر، هو سفر كأنه عم بيحكي عن سفر، لما بيقول صغير عم بيحكي عن محدودية الكلام. ومحدودية الكلام يعني رسالة واضحة مختصرة ونهائية. مشان هيك مش الإنجيل، هو سفر عم بيحكي عن كشف كامل للسر العظيم. نعم نعم.
طيب أبونا شو هو تفسير؟ وحتى لما نحكي عن صوته مزمجر كالأسد، صحيح، هيدي كمان أسد صبط يهوذا. نعم نعم. وحتى بالتقليد الإنجيلي، يعني إنجيل مرقس، يعني هو كانت قويا نازلة من السماء متسربلة بسحابة، وجهه كالشمس، رجلاه كعمودي نار، ويزمجر كالأسد. نعم نعم. هيدي الأوصاف أصلا كلها شفناها بالإصحاحات الأولى تقريبا. صحيح. من سفر يوحنا. طيب، وواقفا على البحر وعلى الأرض، لشو بترمز؟ يعني للسيطرة الكاملة، هو الضابط الكل، الضابط يعني. الكل. نعم. طيب، وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. شو اللي قالته الرعود السبعة أبونا؟ يلي حكيناه قبل، يلي حكيناه قبل، الرعد مثل ما قلنا في البرق وفي الرعد. الرعد في ينذر، انذار، تهديد، وعيد. فهيدول يلي حكي عنهم عم بيقول له هيدول كأنه ما رح يتغيروا، وهيدول هن ثابتين. عفوا، وقتها بيقولوا بعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزعا أن أكتب، لأنه هو شو بيسمع بيكتب. فقال له اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة. طلب منه أن يختم على ما قالته الرعود اختم السبعة. اختم يعني صدق. أوكي. على. أوكي. بس ليش ما أفصحوا عنا؟ لأنه حنكتشف بعدين كتير شغلات عم نسأل عنها هلأ رح تنكشف كلها بعدين. بس هيك يعني مثل كأنه مشهد مسرحي. نعم. في آخر مشهد من المسرحية بيكشف لك كل العقد يلي كانت بالمسرحية. نعم. كل العقد يلي عم نشوفها هلأ رح تنكشف بآخر أصحاب أو الأصحاب 12 ورايح إذا بدك. أبونا شو رأيك أنه بإحدى التفسيرات اللي وردت عن هالآية بيقولوا أنه ربما عن طريق هالأصوات عرف الرسول من هو ضد المسيح واسمه بالكامل ومولده، وانكشفت خطورة هذا الأمر بوضوح له، وربما تكلمت الرعود بتوسع عن أمور محزنة مرة تحدث في أيام ضد المسيح، ذكرها بالتفصيل يعني يدفع المعاصرين له لليأس. قديش صحيح هذا التفسير؟ مثل ما قلنا أول شيء، كل تفسير بده يكون من قلب سفر الرؤيا. إذا سفر الرؤيا بيقول هيك بيكون هيك، بس اللي جاي ما رح يشوف فرجينا هيك. يعني موضوع ضد المسيح يلي هو بسفر الرؤيا هو التنين والوحش. لأنه ضد المسيح برسائل بولس بيحكي. نعم. عن أنه الناس الغير مؤمنة الغير ثابتة بتضيع، لأنه بيشبهوا بعضهم بالشكل، بمعنى أنه عنده كل القوة. أعطيك مثل: المال والله، المال ضد المسيح. ليش؟ لأنه عنده نفس السلطة بالنسبة للإنسان. أنت بتصلي لله الله يعطيك الحياة، أنت بتنتظري من المال يعطيك الحياة، يعطيك الطمأنينة. نعم. يعطيك القوة، يعطيك الاستقرار، يعطيك السلام. كله يلي بتنتظري من الله بيعطيك إياه المال، أو في ناس بتنتظره من المال. إذا الشكل انه كانه بيعمل نفس الاعمال، مشان هيك وهو ربنا قال لا تعبدوا ربين، يعني لا تجعلوا المال ربكم. فضد المسيح يلي هو يعني الذي يتصرف بشكل يزيحك عن عبادة المسيح. هذا هو ضد المسيح. بس هن في ناس يعني بيروحوا ابعد بهذا التفسير انه لا ضد المسيح، انه هو الشيطان. اذا فينا نقول الشيطان هي حقيقة، هي العداوة الحقيقية للرب، يلي هدفه الوحيد من وقت أول صفحة بالتكوين لآخر معركته بسفر الرؤيا هو أن الناس تحيد عن عبادة الله. وبسفر الرؤيا صور العبادة الوثنية هي، والأمبراطور وإله الأمبراطور هي الصورة الواضحة عن ضد المسيح. كما أنه الحي بالتكوين، لأننا دائما نحن نعمل
مقارنة مع التكوين. الحي بسفر التكوين كون التكوين كتب تأسس بالقرن الخامس قبل الميلاد. نعم. وقت كانوا اليهود عند البابليين وكانت الحية هي الإله عند البابليين لأنه بتعطي الحياة بترمز للحياة وإلى ما هنالك. نعم. إذن الحية هي كانت ضد المسيح وقتها أو ضد الله إذا. نعم. الصورة دائما كل ما بيزيحك عن عبادة الله هو ضد المسيح. إذا ضد المسيح منه شخص بمعنى الفرد، لا، هي حالة بشخصها، شخص أو مجموعة أو ملاك أو كتاب أو فكرة أو غنية أو أي شيء بتزيحك عن عبادة الله، هيدا ضد المسيح. بس فيها سلطة في بسبب العالم، بسبب اتباع العالم لإله، صار عندها سلطة لدرجة بتقدر تعطي صورة انطباع عند الناس أن قوتها كقوة الله لا بل أقوى. والدليل كيف الشر بيربح الخير، يعني إله الشر أقوى من إله الخير. لك الصورة كيف صارت عند الناس. مشان هيك مين ببلش عنده يأس قبل؟ أصحاب الخير. ليش؟ أصحاب الإيمان، لأنه بيشوفوا أنه بالشكل الخير ما عم بيربح على الشر، فبالتالي بيصير عندهم يأس. وهيدا يوحنا الرسول يلي كتب سفر الرؤيا لأنه عم بيشوف الناس عم بيتحديهم اليأس لأنه ما عم بيقدروا يربحوا هني وعلى الأرض، وبالتالي لا عندهم بس هدف واحد أو واصلين لمطرح واحد هو الموت على الشهادة. فهيدي بالنسبة للمؤمن انكسار. ليش يا أيوب ما وصل لوقت لحد حافة اليأس؟ امتين لما نحس انه الشر اقوى من الخير. هلا انت وانا نحن بهالبلد شو عم نحس؟ صحيح حالة اليأس اللي نحن فيها، حالة الاحباط، صحيح من المسؤولين، صحيح من يلي عم بديرونا، بس عمليا نحن عم نقول الخير ما عم بيربح الشر. وهذا صراع بالكتاب المقدس دايما دايما. على فكرة أبونا، يعني اليوم من خلال الأشياء حتى اللي منعيشها مبلوم الناس إنها كانت ترجع دايما لهذا الإصحاح بظل الأزمات، وخصوصي هلأ يمكن أكتر من أي وقت تاني، لأنه بتلاقي يعني إنه هالإصحاح كتب عن جد ليكون صالح لكل زمان ومكان، وهيدي التجربة قائمة بكل زمان ومكان. نعم، لبل سفر الرؤيا كله مش بس هالإصحاح. لا أكيد مش هذا الإصحاح بقصد. ايه سفر الرؤيا. سفر الرؤيا. نعم نعم، هلأ وقت الناس تقرأ سفر الرؤيا لتكتشف الصراع الكبير بين الله وكل شر. شو هدف المعركة؟ خلاص الإنسان. يعني الإنسان بيعتبر حاله صار تحت وواقع. نعم. والله عم بيشتغل لينقذه. نعم. هلأ هنا صبر القديسين، ما في شيء بلا صبر، ما في ضيقة ما فيها صبر. نعم. ما في ضغط ما في صبر. مشان هيك الناس كلها لازم تعرف أنه الذهب ما بيبين ذهب إلا إذا حرقته ودوبته. صحيح. يعني بدنا نقبل التحدي، بدنا نقبل الوجع، مش بدنا نستسلم ولا بدنا نقدس الألم ولا بدنا نقدس الموت ولا لا لا لا، كله مرفوض. الرب يكره الفقر يحب الفقراء، يكره الألم يحب المتألمين، يكره الخطيئة يحب الخاطئ. طبعا في فصل. نحن لما بنعمل ايدنتيفيكاسيون تماهي بين الخطأ والخاطئ، بين الألم والمتألم، بنوقع بدلام كبير بأزمة كبيرة. لأنه نهيتها شو؟ ملامة الله، من سير اللوم الله. وإذا بتتذكري في مزمور كتير مهم وقتها ببلش في الإصحاح، المزمور 22، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كيف واحد عم يصلي لله بيقول له لماذا تركتني؟ بصلي لك بالليل، بصلي لك بالنهار، وأنت لزق لساني. بس حتى ربنا يسوع المسيح قال على الصليب، شو كان الهدف؟ بس لقلك المزمور بنهايته بنص المزمور بقول أسبح الرب لأنه استجاب لي، وهو بالألم.
هاي قوة الإيمان، هاي قوة الرجاء. أبونا مش قال الرب يسوع المسيح على الصليب، مالي لو عم نطلع شوية؟ نعم، على الصليب ذكر إلهي إلهي لماذا تركتني. شو كان الهدف منا وقتها؟ شو كان بده يعلمنا من خلال هيدي الكلمة؟ عم بيحقق معاناة اللي كاتب المزمور على الصليب ليقول نفس المزمور، إذا كان هو عم بيقول المزمور بالآخر أنه هو على الصليب أعلن انتصاره وفرحته. حلو. أعلن انتصاره على الصليب، وهذا إيمان الكنيسي. وطئ الموت بالموت، كيف أنت بتربح الموت بالموت؟ وطئ الشر على الصليب، انتصر على إله هذا العالم شيطان العالم على الصليب. نعم. إذن أول ضربة، إذا بدنا نستعمل كاريكاتير، أول ضربة ضرب الرب يسوع للشيطان على الصليب، الضربة القاضية رح تكون سفر الرؤيا. رح تكون سفر الرؤيا. أبونا، هل محبة الله ليوحنا ميزته بهيدي المعرفة بأنه يشوف هالأمر؟ يعني في أحد أيضا المفسرين بيقول أنه الإعلان ليوحنا وليس سواه على الاعتبار أنه يوحنا هو الأكثر حبا للمسيح، والمحبة قادرة أن تكشف ما لا يكشف ما لا يكشف لمن محبته قليلة. وبيرجعوا لأفسس 3:19، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. يعني حتى بيعملوا ربط مع حادثة إحراق سدوم وعمورة والكشف اللي تم لإبراهيم بلوط. إيه. فهل هيدا الكشف انه ما تكتب عنه ولكن انت تعرف او انت تشوف في ثقه ومحبه فيها هون، ام لانه هو صاحب الرؤية فقط؟ هلا ما في وكاله حصريه، بمعنى ليش الله اختار يوحنا، هذا ليش اختار بولس، ليش اختار متى، هذا شان الله. بس اذا واحد بده يسال سؤال ليش اختار بولس، ما فينا نختار بولس لأنه بولس بالقديم كان كذا، لا، اختار بولس لأنه بالمستقبل برهن بولس أنه ليش اختار بولس، ليش قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وبعد ما نبلش بالإنجيل يسوع، إذن هذا هو ابن الحبيب لألكم، كيف رح يبرهنها بالمستقبل؟ إذن كيف يوحنا قال هيدا اللي بده يكون هو عبد الذي، لأنه برهنها كيف كتبها وكيف وصلها. هلأ قصة محبة الله ليوحنا أو محبة يوحنا للمسيح ما كتير واضحة بإنجيله، يعني الذي كان يحبه. صح، حتى يعني دائما تلزم يوحنا الحبيب، أي حبيب المسيح يعني. صح، بس سؤال، هل المقصود بالآية الذي كان المسيح يحبه والذي كان يوحنا يحب المسيح؟ مش واضحة باليوناني. خليها هيك فلو حتى اتنين يركبوا بعض يزبطوا صح مع بعض، أنه اللي بحب الله واللي الله بحبه المسيح بحبه هي ذاته. ولكن هو ميزه، يعني حتى على الصليب ميزوا، جعلوا ابن لمريم. ليش؟ لأنه تبعوا حتى لأنه الصليب، لأنه وصل على الصليب، هو الوحيد اللي وصل على الصليب. صح، لو كانوا ثلاثة واصلين، وهذا ما بيبرهن المحبة اللي عم نحكي عنها. تمام، في خصوصية لأنه برهنة. ما في محبة مسبقة بمعنى تمييز شخص عن شخص. نعم. وقتها كلف بطرس أنه هو يقود المجموعة، بمعنى بحماسه بس بطرس وقع، وقف التكلفة عنه، بس رجع لزمه بالتكلفة الرسولية. يوحنا وصل للصليب، ما حدا وصل غيره، مشان هيك إذا بين هلالين يستحق. ومثل ما بقول القديس المغبوط أوريجينوس، إنه لأنه اتكأ على صدر المسيح يوحنا بالعشاء أعطاه من قلبه كل اللاهوت. حلو، كثير حلوة هيدي، تاني مرة بتقولها. نعم، وكثير نعم. حلوة. خلينا نروح على الآية، والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، أن لا يكون زمان بعد بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء.
أول شيء شو هو الهدف أبونا من رفع اليد؟ رفع يده إلى السماء. أي. رفع اليد إلى السماء هي ارتباط صلاة وارتباط صلة. صلاة وصلة. وبذات الوقت أن ما يتكلم به وما يفعله وما يفعله هو تكليف سماوي يعني إلهي. رفع اليد إلى السماء يعني منا هي دعوة للمكان الذي يؤخذ منه التعزية أو تؤخذ منه التعزية؟ فيك تعملي هيك اجتهاد وهيك تعليق أكيد، ولكن اللي من عم بيحكي عن القسم، أقسم بالله الحي، القسم واحد بيرفع إيده، بس وقتها بترفع إيدك شو يعني؟ ما أقوله هو حق. القسم هل يعلن عن انتهاء الضيقة أبونا؟ القسم يعني صحة كلام الله عن انتهاء الضيقة بعد زمان. مشان هيك قال هو بطل في زمان بعد، يعني ما بقى في وقت طويل لتتعذبوا لتتقهروا. نعم. وبيقول وقتها يبوك الملاك السابع يتم سر الله. أبونا قديش فينا نربطها مع الآية بمتى 24-22 لو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام؟ إصحاح 24 من متى يسمى إصحاح رؤيوي. إصحاح رؤيوي. رؤيوي لأنه بيحكي عن الأدب نفسه، طريقة نفسها. عندك لوقا في عنده إصحاح رؤيوي ومرقس عنده إصحاح رؤيوي، بيشبهوا بس يحكي عن هالموضوع بعض ما كتبه يوحنا في سفر الرؤيا. نعم. بس تقصير الأيام هي بيعني أنه دعوة إلى الثبات والصبر أكثر من هيك. بالعهد القديم وقت كان يصير في هجوم وحرب لشعب الله، وخاصة عند يشوع بيقول والله وقف الشمس ما تغيب. شو يعني وقف الشمس ما تغيب؟ يعني حاولوا الحرب تنتهي بنفس اليوم. وبالهجومات دائما عند بالعداوة الهجوم يلي ببلش وبأمن ربح هو الهجوم يلي ببلش 4 الصبح. ليش؟ 4 الصبح بيكون عم بيطولوا نهار قد ما ببلشوا من أول ضوء. ولأنه اللي عم بدافع بيكون صار منهك القوة بسبب السهر، فبتم الهجوم حتى يتم الربح. إذا كل ما النهار استفاد منه الشخص كل ما أمن ربحه. بس بيسميه نهار ما بيسميه أكثر من نهار. عشان هيك الزمان قصير يقصر الأيام بمعنى ستنتهي الأزمة. نعم. مهما اعتبرته أنه وقت طال، لا بعد رح تخلص. نعم نعم. مثل هلا انت خزيني عم بقى. مثل هلا وصلنا نحن لحاله من الوضع المؤلم هيدا، بيطلع لك واحد بيقول هالشهرين وبيمشي حاله وبتطلع بيمشي الحال وبتخلص. هاي الكلمه بتعطيكي امل رغم الواقع ما بيخليك تشوفي امل، بتعطيكي صبر رغم انه انهكتي من التعب، بس كلمة مثل هيدي بتغذيكي. صح. فكيف إذا كان ولكن كلام... عن جد أبونا لما بنوصل على عقد كتير ومشاكل كتير بتحس إنه يعني صار فجر الحلول قريب. لا طبعا، قد ما كان الجبل عالي بس تطلعي توصلي على القمة من بعدها ما في قمة، بدك تنزلي. كل طلعة وقبلة نازلي قد ما قصيت الأمور. نعم. يعني وصلت القصة بيسوع المسيح أن يصل إلى الصليب، شو أكثر من هيك؟ والتلاميذ من بعد ما مات واندفن راحوا صاروا خبوا حالهم، انتهت قصتنا. وشو قالنا؟ انه بده يشيل ويحط ما عمل شيء. ولما ظهر قائما من بين الاموات اخذوا قوه مهوله، اعطاهم قوه الروح، اخذوا قوه مهوله وانتشروا في العالم اجمع. عم بيحكوا كأنه المسيح بعده معهم وماشي معهم، عندهم القوة لبل قوة أكبر من لما كانوا معه. نعم. لما نعم. كانوا معه كانوا كمان يخافوا. فال لأنه ما اختبروا الجبروت وقتها. إيه بس وقتها يعطيكي وعي والغلبة على الموت. بس إذا الصادق الأمين
مثل ما بقول بسفره بيعطيكي وعد وانت مصدقة الوعد، بتعيش الوعد كأنه تحقق. مشان هيك إبراهيم، بس بالنسبة لنا نحن كمؤمنين اليوم يمكن أسهل على ما عايشوا التلاميذ، لأنه هن كانوا عم بيشوفوا شخص عم بيعيشوا معه لأول مرة. نحن على أساس إيمانهم اليوم نعرف بهيدي القوة يعني. وهيدي انتبه لها يسوع المسيح، ووقتها ظهر قائم بالأموات قال له لتوما دس، طوبى للذي لم يرى وآمن. يعني طوبى لإلك ولإلي، إذن عطينا الكريدي. بس مثل ما التلاميذ ما قابلوا الآب ديركت، مين قابلوا؟ الرسول. نحن ما قابلنا المسيح ديركت، قابلنا الرسل بكلمتهم. مثل ما اللي بعدنا بيؤمنوا بالمسيح بسببنا عن طريقنا. إذا هيدي السلسلة ماشي، هيدي السجادة كل ما واحد يوصل لآخرها بده يخيط ليمشي لغيره، صح. يجي يخيط ويمشي. هيدي هي بسموه التقليد بالكنيسة. يعني التسليم، بسلمك شغلة، تسليم الإيمان. نعم نعم. أبونا قبل ما ناخد بريك هيك بآخر آية بيقول فيها، بيحكي فيها عن سر الله، وبإحدى الحلقات قلت لي أنه سر الله يكمن في تفسير سر الموت. نعم. فهل اليوم بس عم يحكي عن سر الله هون عم يحكي عن نفس هذا الموضوع؟ أما أنت بس تقولي سر الله وعم بفسر سر الموت، يعني عم بفسر سر الحياة. نعم. بس تكتشفي سر الموت بتكتشفي سر الحياة. فهني وجهين لعمر يعني واحد. يعني إحنا كنا قلنا أنه عم يحكي عن سر الموت اللي بده يكشفه الختم السابع. طبعا. ما بس تكتشفي سر الموت بتكتشفي شو بتسموه؟ سر الحياة. بس تكتشفي سخافة الموت. هلأ هيوج عندك الموت. بس تكتشفي سر الموت على طريقة الرب يسوع. نعم. بسفر الرؤيا رح تكتشفي سر الحياة الحقيقي. نعم. طيب أبونا رح ناخد بريك قصير أنا وياك والمشاهدين، ومنعود لمتابعة الحلقة. إذا مشاهدينا بريك قصير ومنعود لمتابعة حلقتنا. بس بهمني أرجع أذكر أنه بعد نص ساعة كمان ممكن تكونوا عم تتوجهوا بأسئلتكم لإلنا على الرقم 81-123-857. إذا منروح بريك ومنعود لنتابع الحلقة. Good.
عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة حلقتنا من الإصحاح العاشر لرؤيا يوحنا اللاهوتي. وضيفة الدائم لهالبرنامج والمميز هو قدس الأب إبراهيم سعد، اللي صدقا حقيقة أبونا عن جد كل التعليقات عم تجي قديش عم بتفسر هالإصحاحات بعمق بنفس الوقت ببساطة، ومن وحي يعني أمورنا الحياتية اللي عم نعيشها. أبونا بدنا نكفي والصوت بالآية 8، والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطني السفر الصغير، فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين. يعني أبونا من المفترض أنه يوحنا بالرؤية وتقريبا من بعد يمكن الإصحاح الثالث أو الثاني قد أخذ إلى السماء، لأنه صرنا نشوفه عم بيشوف منظر السماء، لأنه كان يقول وصعدت بالروح. طب كيف هون بنفهم رؤيته لمن هو نازل من السماء؟ يعني بيقول لك نازل من السماء، ما هو مفترض أنه هو كمان بالسماء هلأ. ما تنسي أنه هو كان عم يشوف الرؤية بالقداس الإلهي. أبونا في نوع من الاختطاف الروحي هون أو الانتقال
الروحي إذا بشكل عام يعني بعيدا عن هيدا الأصحاب؟ بولس الرسول حكي عن اختطاف لإله، بس الاختطاف بالمعنى يلي هلأ سائد ما بعرف إذا هو نفسه يعني، حتى ما أقول لا هيك بدون ما عندي معرفة واضحة لهيديك ولا هيك. لا هون الموضوع عن 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 أنه يوحنا صار ببيئة الله، بكوكب الله، وبالتالي سما أرض، أرض سما ما عاد في مشكلة. هل مقصود هيدا الشيء هيدا الدمج أو هيدي التناقضات أو هيدا تمام. اللي يعني بيكون صعدته بالروح ورأيته نازلة، من وين بعد ينزل إذا أنت فوق يعني؟ ما هي القصة حركة كلمة الله أو اللي حامل كلمة الله، لأنه كلمة الله ما بتكون إلا محمولة بالروح، وبالتالي والروح يتحرك حيث يشاء وكيف ما يشاء، فبالتالي اللي حامل الكلمة أيضا يتحرك كيف ما يشاء وحيث يشاء، لأنه حامل الكلمة والكلمة محمولة بالروح وحامل الروح. وإذا لاحظت استعمل هون الفكرة يلي حستعملها حزقيال النبي، أنه أعطاه خذ هذا السفر وكله. هيدي رح نحكي عنها بالتفصيل. إيه بس وقت قال له لحزقيال هيك، شو كان رايح يعمل حزقيال؟ ما كان رايح يغني ويغازل الناس، كان رايح يقول لهم الدمار جاي لأنه ما عم تتوبوا وما قبلتوا كلمة الله. مشان هيك هوني أنه بتاكل السفر، ما هذا كلمة الله طيبة لأنه كلمة الله، بس توصل لأمعائك رح تعرف مضمونها شيء صعب جدا، لأنه رح بيحكي عن الأمم والشعوب والألسنة والملوك وكل اللي كانوا هن ما سمعين الله، ما بدهم كلمة الله. حتكون هيدي الكلمة اللي هي محية لآخرين مميتة لآخرين، فقابت مرمر كمان، لأنه عم ببلش عم مثل رمي النبي قال له أنا ولد، عشو عم تكلفني هالتكلفة، روح دمر وعمول وبني وغروس. قال له شو أنت ولد، أنا اخترتك من بطن أمك خلص، وبالتالي لا تقول أني ولد. قال له لا تخاف من وجوههم، سأجعل وجهك كالصوان، وإذا خفت من وجوههم أنا رح أرعبك ساعتها، أنه بدك تحمل الكلمة موجعة مؤلمة، كرهوها ما قبلوها، ضربوك قتلوك بسببها، بدك تحملها. مشان هيك أنه أنت بتفكر أنه أخذت شيء من الله، أنه أنت مميز، بس ينزل على بطنك رح تكتشف قدي صعب يتوصلها هيدي الكلمة. أبونا أيضا بالأسلوب الكتابي، ما بعرف إذا هيدا الشيء بيرمز لشيء يعني، اللي هو التكرار والإعادة مثلا. يوحنا ملكة هيدي، بس كتير يعني. شو المقصود منها؟ مثلا منلاقي هون اذهب خذ السفر الصغير المفتوح، في تحديد يعني، بيرجع بيحدد شكله للسفر. في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض، فذهبت إلى الملاك قائلا له أعطني السفر الصغير. يعني في دايما تأكيد للأشياء وإعادة. لو واحد عم يكتب أدب ما بيكتب هيك، إيه ما بتكرر يعني تكرار. شو المقصود من هيك؟ كنا وقتا نعمل موضوع إنشاء بالصف ونكرر ناخد عليه مواطي. هون يوحنا كما إنجيله، إذا بتلاحظي وقتها مثلا قصة الأعمى، قديه أعمى منذ مولده، هو راح حكي معه أهله، رجعوا سألوا أهله الذي ولد أعمى يعني ليش هيدا التفصيل حتى مثل ما عم بتقول هلا؟ هذا أسلوب كتابي مهول جدا، أسلوب كتابي مهول. ليش؟ لأن شو عم بيعمل هو؟ في نقطة أساسية وعم بيحيك عليها قصة ليضل النقطة الأساسية، مثل وقت أنت بتكوني حاملة مقدح. هيدا دليل شو؟ دليل صدق؟ جدا، مش بس دليل صدق، دليل بده يخلي قارئ ما يشط عن الأساس اللي عم بيوصله إياه. إذا أنت معك مقدح عم تبخشي المقدح، الريشي بتضل تبرم نفس البرمي نفس البرمي، بس نتيجتها شو؟ فخت الحيط. صح، هون بيبرم نفس البرمي نفس القاع، بعيد وبعيد وبعيد، بس بيكون غرز الفكرة. يعني ما فهمت بهالجملة، بتفهم بالجملة اللي بعدها. وخصوصا أنه هيدي أسلوب مهم جدا، هو بيسموه الكايازم، قلنا عنه أنه بيكون في نقطة بالنص، والأول مقارن مع الآخر، الثاني مقارن مع قبل الآخر، مع حتى توصل للنقطة الأساسية. صحيح، بإنجيل يوحنا في هيك. عند بولس كاتب رسالة العبرانيين، إذا كان بولس غريب، نص القبل مع اللي بعد أوقات نفس الآيات عددها، بس اللب في جملة واحدة عن المسيح، بيكون كل الرسالة المقصود فيها هاي الجملة.
وبحيك عليها. هون الإعادات هي كله تركيز على نقطة أساسية هو اللي وصلنا عليها. هلا خلينا نرجع محل شو معنى أكل السفر أبونا؟ هل هو يعني الإدراك والإعلان لإله؟ أكل السفر يعني أم بدنا نفهمها بالفكرة الحرفية إنه عن جد حقيقة أخذ السفر لا لا لا، ما أقول أكل السفر يعني أخذ كلمة الله وصارت مخاويته. مثل ما بتاكلي أنت الأكل بيتحول إلى غذاء لإلك، كلمة الله صارت مدموجة فيكي كرسول، كنبي، كواعظ، كمبشر. بهالمعنى بتاكلي كلمة الله. طيب هلأ طبعا يوحنا أبونا كان قد عرف هيدا الشيء على عن حزقيال، ونفس الشيء صار معه. لا ليش تقصد استعمال نفس الفكرة إذا بدي يكون إذا كون إذا بدي أحكي شرح سطحي بقول هيك قالوا له شو بيغير، وإذا من قالي قبل هيك قالوا أكيد له. لا وإذا بدنا نحكي عن أعمق شوي الحالة اللي عيشها حزقيال بالدعوة اللي كلفه فيها الله عم بيعيشها هلا الحالة يوحنا. يعني يوحنا تقصد استعمال هيدي الجملة نعم ليحكي ليخدنا على الحالة يلي حزقيال وقتها كان مكلف من الله انه يحكي. يعني تخيلي هلا انا اطلع على تلفزيون اقول ايها المسيحيون المؤمنون الله بده يدمر كنيسكن وبده يشيل كل الطغمة الكهنوتية وبده يصفي الاشرار، هيدا حلو الكلام؟ أكيد لا. بمرمر، لأنه أول شيء أنا بدي أدفع ثمنه بالواجهة بكلها أنا، رغم أنه أول شيء بكون شو قايل؟ الله الله اختارني وعطاني رسالة أنه حلوة، هيدي هي أنه بعطيك رسالة بتفكرها من عند الله يعني شيء منيح، طيب عظيم منيح لإلك، بس بدك توصلها، ما في مقابلة ردة فعل. صح. ليش يسوع مش كمان بمعنى من المعاني أكل صفر الحياة وبس عم بيعطيه للناس مات؟ إنه شيء بمرمر. صحيح. دائما كلمة الحق يا أرزي، كلمة الحق لا يقابلها نتيجة إلا الصليب. ما معقول ما إلى جماهير كلمة الحق، ما إلى جماهير. من اتبع الحق عانق الصليب، نقطع السطر. ما في جماهير لكلمة الحق. يسوع على الصليب وصل معه واحد بالزور لقى 12 خين، واحد نكر، واحد هربوا الباقيين، بقي واحد شك فيه، واحد قد ايه بولس الرسول بقي معه واحد للاخر، تلميذ واحد، كل شوي يطلع واحد ويفل، يطلع اثنين ويفلوا. كلمه الحق ما لها جماهير، كلمه الباطل لها جماهير. مشان هيك لحظه من خبرتك انت وقت تلتزمي برساله ما تلقائيا، اذا هالرساله معتبرتيها قضيتك بيصغر مجتمعك. صحيح. قبل اذا ما عندك قضيه كتار اصحابك، وقت تصير عندك قضيه بيصغر مجتمعك. صحيح. خد امثله عن جد من هلا من وين ما كان وكيف ما كان من مجتمعات الناس عم تتقاتل مع بعضها وعم ترجع تتقسم وترجع تبين بس لحظي بس لحظي أو إذا أنا مني معك ما بتعود صديق معي. بس لحظي هالجماهير اللي عم تتحوكم حول الناس وتعملها سلطان عليها، هدول لحقين الحق؟ وهم. يلي لاحق الحق هن قلة قليلة، ويلي بقولوا الحق هن كلة قلة قليلة كمان. هيدي حال الدنيا. حلو. لكن طيب أبونا على فكرة يعني كمان فكرة أنه أن يعرف أنه سيأكل السفر سيكون حلوا في فمه كالعسل، حلوا كالعسل في فمه ومرا في جوفه، وأنه يروح ويطلبوا للسفر ويأكله. أيه. علما أنه عارف بالمرورة. في واحد يقول شو بقول بولس الرسول؟ إذا بشرت أنا وفرحان لي أجر. مفترض الجملة الثانية إذا بشرت وأنا مش فرحان ما بدي بشر. بقول إذا بشرت أنا وفرحان
إلي أجر، بس إذا بشرت أنا ومش فرحان بقول شو؟ فالضرورة موضوعة علي، ويل لي إن لم أبشر. ما فيني أهرب منها، ما فيني أهرب. أبونا هيدي الطوعية اللي عايش فيها يوحنا، هل هي ناتجة لأنه شهد الموت وعرف من بعده القيامة؟ يعني هو يثق ثقة عمياء، أم لأنه مستعد يكون مرة تانية مع المسيح على الصليب؟ يعني هيدا تنفيذ كل ما يطلبه المسيح، هل هو حتى لو كان مرا، هل هو لأنه كان قد ذاق القيامة من خلال المسيح وقيامته؟ رح لك إياها كمان مثل ما قلتي ببساطة، أنا بحكي ببساطة. إذا أنا بحبك ومستعد موت من أجلك وأنت على يقين أنه بعملها، بتسألي حالك سؤال بطيعك ولا ما بطيعك؟ بتقولي بطيعك أو ما بطيعك؟ طاعة على آخر. الطاعة هي الجواب الصحيح على الحب الصحيح. فبالتالي إذا يوحنا مقتنع من حب الله لإله مثل ما قلتي يحبه المسيح وخصصه، فبعد بيسأل إذا بطيع ولا ما بطيع. لو قال له روح انزل على جهنم بده ينزل على جهنم. هي الطاعة. الطاعة ما بتقدر تكون إلا جواب للحب، وإلا ما في طاعة. حلوين. بتكون في مصلحة، استزلام، خوف، مثل ما عم نشوف هلا حوالينا. أنت بتطيعي حقيقة يلي مقتنعة أنه بحبك. غير شيء إذا بتطيعي خوفا أو مصلحة. طيب خلينا نرجع أبونا هيك بكلمة واحدة، النصف الحلاوة كالعسل هي تعني شو؟ هو كلام الرب، كلام جميل. لأنه كلام الرب بحد ذاته جميل أو مش جميل، لأنه كلام الرب. نعم. هلأ في ناس كمان بتفسرها أنه هي الحلاوة هي مكافأة يوحنا على كراسته، والمرارة تشير للضيقات الموجودة بهيدي الكراسة اللي بتبطي. أوكي هذا وجه آخر لنفس الحقيقة اللي عم نقولها سوا، إنه خصصوا إنه عطاه تكليف، هيدي شغلة إلى حد ذاتها جائزة، ولكن أن تصل إليك رح يعرف نتيجتها للي بده يسمعوها شو بده يكون ردة فعله. يعني النتيجة هي المر اللي في الجوف. نعم موافق زين على هالشيء. نعم. طيب ماذا يريد الصوت المتكلم مع يوحنا حين قال له يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين؟ هيدي هي إنه هون مش هيك في مرارة بالجوف، لأنه بدك تروح تحكي لناس ما لا قبلينك ولا قبلين ربك، وبدك تقول لهم شغلة يعني كيف هيك وقت راح. طب ما هو إجا قال المسيح، لماذا يكلف يوحنا من جديد بهذا الشيء شو إجا؟ مسيح؟ ايه بس هون عم نحكي عن ما قبل المجيء الثاني، عم بيقول من الاخير، المجيء الاخير ما في تاني. نعم. وبالتالي هون يوحنا عم بيحكي كتاب لناس عم بيواجهوا الاضطهاد والموت. يعني طب ايه اجى المسيح واجوا الرسل واعطانا الانجيل ومات وقام، فكرنا انه انتصر على الموت، يعني نحن ما بنموت، لك عم نموت. اجى عم بيقول له لا، روح قلن هذا الموت الاول، في الموت الثاني اوعى تروحوا عليه، انتوا بتفوتوا على الموت الاول بس بتروحوا على القيامه الثانيه. هيدا سفر الرؤيا. حلو. في موت اول، قيامه ثانيه، ولكن في حياه اولى في موت ثاني، اختاروا مين شو بدكم. حلو. حسب التزامكم واخلاصكم. حلو. ابونا في شيء بعد بهالاصحاح هيك ما مرقنا عليه، ما تناقشنا فيه، حسيته مرق بسرعة؟ هو مقطع يعني أصغر حجما من، بس بدي بس هيك أعمل تعليق صغير. تفضل. على هلأ الناس المؤمنين يلي بيعتبروا كلمة الله أكلوها، لأنه كلمة الله أنت بتكليها بوجهين، بتكليها بالكلمة الإنجيلية وبتكليها بالجسد والدم في القداس، بتكليها على وجهين. يلي بتكليه بالجسد والدم كالعسل بتمك، إذا كنت خاطية وأكلتيها بتنزل بتمرمطك. ليش؟ لأنه بتكشف لك كعدم بعد توبتك الحقيقية، بتوجع، مش إنه بتبطلي تكليها، لا، حلي أمرك. كلمة الله. بس هذا الألم مش مفيد بمكان ما، إنه هو دائما يعمل مثل المنبه عطول مفيد طالما انتبهتي له.
يلي بيوجع ضميره يعني عنده ضمير. حلو. يلي ما بيوجع ضميره مش يعني مش عامل شيء، يعني غيب ضميره. كلمة الله اللي انت بتخليها بالإنجيل بالكلمة المقولة والموعوظة هيدي بتسمعيها تعمل نفس الشغلة، انه عم تسمعي كلمة الله حلوة بس تفوت لجوا على بتبكتك على كل خطيئة بتواجهك تاني يعني. بس انت تحملي كلمة الله وبدك تنقليها للناس، مثل ما يوحنا الزابيل فم كل ما يوعظ كان يزقفوا له بالقداس، قال لهم صار لكم 3 سنين بتجوا وبتزقفوا لي وبتبططوا يا عمي، ما حالكم بقى تطلعوا وتنشروها بالعالم؟ شو جايين تستمتعوا فيي؟ انت وقتها تاخدي كلمة الله وبدك تنقليها، كيف تنقليها؟ بويزي استظهار ولا حياة؟ حياة وقول فعل حتى تكون مفهومة كلمة. تفضل انت ومجتمعك الصغير احكي عن الرشوة، انت ومجتمعك الصغير احكي عن الصدق. مش كل اللي حدك بيقولوا لك اه وين انت منين عم تحكي، يا بتمسخروا يا بتمهزقوا يا بيقولوا هذا كلام غير موجود. اذا بتفوتي انت بخيبه الامل. يلي بيحمل الانجيل عنده خيبه امل يوميه بس عنده تعزيه من فوق يوميه. نعم هذا الفرق. نعم ابونا انا بدي اشكرك عن جد، ممتعه جدا كانت الحلقه اليوم. شكرا وهيك لي. يعني كل الامور دائما تتبسط وبتتضح هيك من بعد شرحك الجميل وتفسيرك. مشاهدينا اللي بحب يتواصل معنا يا اما ليعبر عن رايه او ليطرح تساؤلاته، نحن بانتظار اسئلتكم بعد البريك على الرقم 81 123 857. بنطلع بريك قصير وبنعود لمتابعه الحلقه.
بالعودة لكم مشاهدينا، منكون وصلنا هيك للقسم الأخير من حلقتنا لليوم من الإصحاح العاشر من برنامج الرؤية. هلأ أكيد منتلقى اتصالاتكم أو رسائلكم حسب شو بيكون صار موجود عنا. برجع بذكر على الرقم 81-123-857. يلا معنا رسالة صوتية نسمعها بليز. الخير ويعطيكم العافية. الرب أوصى بعدم الحلفان، فكيف بيقسم الملاك بالحي إلى أبد الأبدين مقارنة باللي ورد بمتى 5؟ أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد عن ذلك فهو من الشرير. نعم، ما أنا موافق معك تمام. هذا بقول للناس الكلام لا تحلف للناس، بس هون اللي عم يقسم هو إن المسيح. الله بيحشرك بكلمته وما بيحشر حاله بكلمته. يعني بس هو كان للناس مثال بكل شيء. لا لا، إذا قال لك ما تحلفي، هذا بيفرض عليه إنه ما يحلف؟ أو ممكن فينا نشوفها بطريقة تانية، مثلا بالعهد هو حلفان وصدق بعكس حلفاننا نحن ممكن يتغير. ماليش ماليش عم بيقول أنتم ما تحلفوا لأنه أنتم مش قدها. نعم. أنا قدها، وهو قال بالعهد القديم وأقسم الله بنفسه كذا كذا أنه ما رح يعمل طوافان مرة تانية. نعم نعم. إذا أقسم بنفسه يعني هو الله حلف. طب أبونا، هل يتراجع الله عن قسمه؟ هل وردت في مطارح أخرى؟ لا، مش موضوع يتراجع عن قسمه، بس بيقدر يتراجع عن كلمته، عن وعده أو وعيده. نعم بيقدر. ليش؟ لأنه دايما الكلمة المشروطة الوعد المشروط بيقدر يتراجع عنه اللي وعد إذا تغير اللي قباله من معطيات، إذا ما نفذ الشرط. طبعا. حلو. هلا الله بيطلب منك. طب بمن يقسم الله؟ ما تعملي هيك، ما بيفرض عليه ما يعمل هيك. المسيح هو الله. نعم. بمن يقسم الله؟ بنفسه. شو أقسم الله بنفسه؟ شو إلها معنى هيدي الخبرية؟ هيدي شو مش يعني؟ بالمعنى السلبي عم قول شو إلها معنى، يفكروا إنه عم بتمهزق. لا لا. لكن كيف يقسم إنسان بنفسه؟ دليل قوة صدق الكلمة اللي عم بيقولها. بيستعمل هالتعبير البشري لأنه في أدب بسموه أنثروبومورفي مورفي، يعني صورة، أنثروبوس إنسان، يعني الله يتكلم كشبه إنسان مع الناس، بيحكي لغته، بيحكي تصرف. ومشي الله دعس بالجنة وقال هيك، وقال له أوعى وأقسم، ووقف وطلع ونزل، عبارات بشرية لنفهم عليه، هذا طبيعي. ولكن وقت يقول الله، برجع بكرر، وقت يطلب منكم شغله مش تلوموه اذا هو ما عاملها، لانه انت طلبتنا. مينكم انتو يا فخاره قدام الفخرجي؟ هيك بقول بارميا. اذا الله مش انه تلقطوه على الكلمه. حلو. اعطيكي مثل، المراه الكنعانيه بانجيل متى، كم واحد هو عم بيقرا الانجيل بصير يقول كيف المسيح بيقول لها هيك؟ يعني هلا انت صرت تحترم المراه الكنعانيه اكثر من المسيح، او تحبها اكثر من المسيح، او بهمك خلاصها اكثر من المسيح؟ مينك انت لتسال السؤال اساسا؟ نحن بنتطاول على الله بحجه رحمته ومحبته انه خوشبوشي. نحن والله ما لنا خوشبوش، نحن عمل انجاز محبي لا مثيل له، انه جعلك بنته وجعلني ابنه، بس هذا ما بيجعلني انا صنف الصوم معه. بعدني انا بتعامل معه كانه الاب والاله والمخلص والديان، ما ننسى ولا وحده منهم، بس بنتعاطى معه كلنا سوا. مشان هيك بتتعاطي بمحبه مش بخوف. حلو. بتتعاطي بانه ما تجرحي له خاطره،
مش خوفا من قصاصه، محبة فيه. كل العلاقة مع الله مبنية مشكلتنا على أول درجتين، يا عبد يا أجير. ما حدا انتقل لمرحلة البنوة والأبوة، بعدنا بمرحلة العبد والأجير. بس توصلي على مرحلة البنوة والأبوة بتكتشفي يسوع ليش ما قال ولا مرة بس بكل الكتاب المقدس بيمشي الله مع ناس، بيوصلوا بعدين بيقولوا بس عنا شغلة. حتى موسى قال له احكي مع الصخرة لتطلع مي، شو عمل موسى؟ ضرب الصخرة. أنا قلت لك احكي معها، أنت ضربتها طلع مي، بس ما بقى في فوتي على أرض الميعاد، مات قبل. إذا ما نلعب الله ومنه أمر مفروغ منه. هيدي أكتر شغلة متعبة، بما أنه منعرف أنه الله. طب بما أنه منعرف أنه الله ما تكمل حكي، لأنه منعرف أنه الله. بما أنه ما منعرف أنه الله بتحكي عن الله لا يعرفوا الناس. نعم. ناخد سؤال تاني لو سمحتوا شباب. الله معكم. ليش في تشديد وإعادة لمثلث السماء البحر والأرض ولو اختلف ترتيبها بالمقاطع؟ السماء والبحر والأرض هو صورة عن الكون كله، عن الخليقة كلها. هذه هي. إيه بس عم يحكي عن ترتيب. بتعيدوا لي السؤال بليز. الله معكم. ليش في تشديد وإعادة لمثلث السماء البحر والأرض ولو اختلف ترتيبها بالمقاطع؟ يعني بيقصد فيها أبونا مرأة أكثر من مطرح مغير ترتيبهم، هل له شيء تفسير أو معنى هذا الموضوع؟ لا لا لا، إذا كان بده بيقول، عم بيقول بالإصحاح 10 وضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض. إذا بدنا نعمل مقارنة مع التكوين، البحر قبل الأرض خلق. بس فقط. نعم. بس ما كتير هالقد واحد يوقف عليها. نعم. ناخد سؤال تاني. مساء الخير ويعطيكم العافية. مساء النور. هل المبالغة بوصف الملاك الجبار هي رسالة غير مباشرة على أهمية مهمته؟ أهمية؟ مهمته يعني. هلا على اعتبار هون انه ممكن يكون في تفسير اخر لملائكة او شيء. صح. لا هون بالضبط كل الصور بتعطى اعطيت للمسيح. وما في ملاك اخذ صفات كانت للمسيح. الا اذا كان المسيح عبر عنه بشكل رسول الله الوحيد يلي هو الملاك القوي يلي عم يحكي عنه. تمام. ناخذ سؤال بعده. مساء الخير ارزي وابونا ابراهيم. سؤالي هو بأي مرحلة من الليتورجيا الإلهية فينا نقارن هيدا الإصحاح؟ الله، حلو كتير هذا السؤال. وصعب كتير، ولكن رح أحاول وصل على قد ما بقدر. إذا بدنا نعمل اجتهاد على هالموضوع، بتشوف أنه القداس الإلهي القسم الأول منه هو قداس مرتبط بالموعظية، لأنه في قراءة من الرسائل، قراءة من الإنجيل والوعظ. والقسم الثاني هو القسم اللي بسموه المؤمنين، لأنه من بعد ما يقرأ الإنجيل وبعدين بنقال دستور الإيمان. إذا بدك نشرحها أبونا للمشاهدين اللي ما بيعرفوا هذا الموضوع، أنه سابقا بالكنيسة كان في الموعوظين اللي هن عم بيتحضروا للمعمودية ولأنه يكونوا مسيحيين، كانوا بيحضروا القسم الأول من القداس. صحيح. بعدين بفلوا. صحيح، ما بحق لهم يحضروا القسم الثاني. بعدين بيكمل المعمدين. المؤمنين أو المعمدين هن الأشخاص كان بحق لهم يتناولوا جسد المسيح. تمام. هون اللي من عم نحكي عن أكل السفر بيعني الربط بين الكلمة الإنجيلية وجسد ودم الرب سوا. إذا بدنا نحكي نعمل إسقاط على القداس الإلهي. حلو. بس هيدا كاجتهاد مش اجتهاد بس. نعم. مثل ما سؤاله اجتهاد جوابي اجتهاد. مع إنك في مطرح معين قلت لي لما كنت عم سألك عن الصعود إنه بيقول وصعدته بالروح، فكيف هو عم بيقول وصعدته بالروح إنه هو في مكان عالي بيقول رأيته نازلة من السماء؟ هو بالقداس عظمة اللاهوت الليتورجي
انه انت وقت تدخلي بمباركه هي هناك بالقداس، يعني انت ما عاد في عندك تميز تمييز بين انت ارض وسماء وسماء وارض، لانك انت بالملكوت المرتجى والملكوت المحقق في ان الملكوت المرتجى يلي انت ناطرتيه ان يتم في اليوم الاخير، والملكوت المحقق لانه عم تاكلي عينه منه هي المناولة. حلو. طيب ناخذ بعد سؤال. مساء الخير أرزي، وألا معك أبونا إبراهيم. أهلا وسهلا. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة. نعم. أيها الآب مجد اسمك. فجاء صوت من السماء، مجدت وأمجد أيضا. فالجمع الذي كان واقفا وسمع قال قد حدث رعد، وآخرون قالوا قد كلمه ملاك. وعليه لأي مدى بإمكاننا ربط الرعود بالإصحاح العاشر من الرؤية مع الرعود بهذا المقطع الإنجيلي؟ مرسي لكم. هذا المقطع الإنجيلي هو مش من إنجيل يوحنا، من إنجيل متى بعتقد. هلا إذا حدا بيصلح لي. مشان هيك أنت وقت تعمل مقارنة بين نص ونص بدك تعمل مقارنة بنفس الكاتب بين نص ونص، لأنه الكاتب عنده أسلوب واحد. يعني إذا في 50 مقطع أدب إنجليزي بيقدر واحد يقول هيدا لشكسبير وهيدا لشكسبير بسبب الأسلوب تبع شكسبير. إذا أسلوب متى يختلف عن أسلوب يوحنا، فما كتير بنقدر نعمل لينك تفسيري بين نص عند متى ونص عند يوحنا. نقدر نعمل أوجه تشابه على فكرة ما، ما بنقدر نعمل ربط واضح بالتفسير. هلا الرعود بس هي حتى ما يعني، لأن الرعود عند رؤيا يوحنا ما عندها تفسير واحد بكل الإنجيل. الرعود لا عندها تفسير واحد عند يوحنا بس، بس عند متى بتقدر تعني شيء تاني. مع أنه قلت لي أنه الرؤية تفسر من الإنجيل، من الرؤية، من الرؤية بس حتى كمان مرة قلت لي من التكوين. تمام لقلك، ولكن العبارات المبهمة يلي من الرؤية ما بتقدر تجيبيها من خارج الكتاب المقدس. واحد هلأ حكينا عن حزقيال، أوكي، استعمل أدب قيله حزقيال ليحقق فكرته هو. مثل مثلا عند متى بيقول انه وقت نزلوا المخلع من السقف فخطوا السقف متى. عند لوقا بيقول زاحوا الارميدات الحجار. طيب ما نفس القصه، لانه متى عم بيحكي ببيئه فلسطينيه، البيوت بفلسطين كانت من طين سهل فختها. لوقا عم بيحكي ببيئه يونانيه، كانت الحضارة متقدمة بالعمار، كان في أرميد، كان في حجار. يعني حتى كتابتهم تعتمد على المكان اللي عم بتكون كرازة. نعم فيه. بس الحقيقة نفسها بوصلوها بس بطريقة. أنا وياكي إذا هلأ شفنا التلفزيون، أنت بتحكي عن التلفزيون بتقولي شاشة مربعة صورة واضحة، بيجي أنا بحكي عن التلفزيون بقول إجري على كيف مركبين لك شراية الكهرباء. طب أنا حكيت غير عنك، بيكون في واحد حقيقة واحد صح وغلط طبعا. ولا حقيقتين من منظرين صح. عم بيكملوا الصورة الحقيقية للشغلة. صحيح. هيك كل الكتابات. نعم نعم. ناخد بعد سؤال بليز. مساء الخير أرزي، الله معك أبونا إبراهيم. مساء. سؤالي لليوم هو أنه باللاوعي لأي مدى أثرت معرفة يوحنا للكتب المقدسة القديمة على وصفه للرؤية؟ أنا بس بدي أغير حرف واحد، بالوعي مش باللاوعي. أنا ما فهمت السؤال بالمرة. أنه مش باللاوعي بيعرف الكتب القديمة، بالوعي بيعرف العهد القديم. مزخم العهد بس القديم. بس هو بلكي بتقصد فيه انه باللاوعي، يعني هو عنده هيدي التراكمات لانه سبق يمكن ومطلع على هالنصوص وقريها وحافظها. انه بالوعي هو عم بيكتب الرؤيا وبراسه كل مصير الله مع البشريه، كل مسار الله مع البشريه. هو بالرؤيا كان بحاله وعي ابونا؟ اكيد بحاله وعي. لو لما كتبها بحالة وعي كامل،
ابدا ما في هلوسه. يعني الانخطاف لا يعني عدم الوعي. لا لا لا، وعي كامل. حتى اذا اتفقنا على فكره وعي 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 وعي، ما في حدا كتب هو مش واعي. نعم ابدا. نعم، لدرجه بولس الرسول بيقول اذا حدا ملاك من السماء اجا وخبركم غير ما انا خبرتكم، صلوا بايدكم عوجكم وشحطوه، لانه هذا مش ملاك. اذا انا جيت مره تانية وخبرتكم غير ما انا قلت لكم عن الانجيل، طردوني لانه انا شيطان. بهالمعنى هذا الوعي الكامل. شو عم بيحكيكي حقيقه خلاصيه انت على اساسها بتخلصي؟ شو قال لهم لاهل غلاطيا؟ ايها الغلاطيون الاغبياء. بولس بهدل العالم. وقت انا بدي عيط على واحد بقول له يا غبي، بقول له كيف بتقول هيك؟ بقول لهم بالانجيل موجوده. اوكي. ايها الغلاطيون الاغبياء، من رقاكم؟ مين عمل لكم الرقوه؟ من سحركم حتى تروحوا على انجيل اخر غير اللي انا وشرتكم اياه؟ يعني في خلاص البشر ما في يلعب فيها هيك، انه والله كنت هيك. هيدا قصه اجته رؤيا، يعني هو ما دخله كتب مثل ما هيدي ما موجوده عندنا المسيحيين ابدا. ما موجوده، موجوده عند اديان اخرى. لا لا لا، نحن عندنا كل ذكاء وخلايا راس متى العليا اشتغلت هو عم بيكتب اول جمله كلها كلها، وبراسه العهد القديم. ما في حدا كتب انجيل او رساله الا ما براسه العهد القديم، يعني كلمه الله اللي قيلت في العهد القديم، مش الشعب شو عمل. نعم نعم. بعد في اسئله شباب؟ طيب ابونا، بتخيل هيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم. ما بعرف اذا حضرتك بعد هالاسئله اللي سمعتها بتحب تضيف شيء او توضح شيء. ابدا ابدا. المهم المهم اصبروا فان الوقت قصير والخلاص ات. نعم. اصبروا. نعم. أنا بدي أشكر حضورك معنا أبونا، على أمل اللقاء فيك الأسبوع المقبل. ما يكون في تسكير طرقات أو أي موانع. نعم. شكرا كثير لكل المعرفة اللي زودتنا فيها لليوم. الله يخليك. شكرا لك. كمان بودعكم على أمل اللقاء فيكم الأسبوع المقبل مع أصحاح جديد، معلومات جديدة، رموز جديدة. وعلى هالأمل هيدا أنا بودعكم والله معكم.